بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك في قناة ليزي بروجرامرز. في الدرس السابع من الكورس قلنا إن احنا عندنا ثلاثة لي أوت أساسيين بستخدمهم في تصميم التطبيقات، اللينير لي أوت والكونسترين لي أوت والريلاتيف لي أوت. بعد كده اتكلمنا بالتفصيل عن الريلاتيف لي أوت واللينير لي أوت، وعملنا تطبيقات كتير استخدمنا فيهم اللينير والريلاتيف لي أوت، وكمان أخدنا أسئلة وتمرينات على استخدامهم. في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم على الكونسترين لي أوت. في بداية الدرس عايزك تعرف حاجتين مهمين. الحاجة الأولى إن الكونسترين لي أوت هي أحدث وأفضل لي أوت بتستخدم في تصميم تطبيقات الأندرويد، وغالبا بعد ما تتعلم الكونسترين لي أوت لو هتعمل تطبيق جديد غالبا هتستخدم فيه الكونسترين لي أوت. الحاجة التانية المهمة إن أنت لا غنى ليك عن إن أنت تتعلم اللينير والريلاتيف لي أوت وتتقنهم وتعرف تستخدمهم كويس جدا. يعني مش معنى إن الكونسترين لي أوت هي الأفضل أو الأحدث يبقى كده اللينير لي أوت والريلاتيف لي أوت مالهمش لازمة، بالعكس لازم تكون بتعرف تستخدمهم كويس جدا. وده الأسباب كتير، منها ان انت ممكن يطلب منك تعدل على تطبيق معمول فعلا وموجود، ويكون المصمم اللي عمل التطبيق ده استخدم اللينير او الريلاتيف لي اوت، فانت عشان تعرف تشتغل على التطبيق ده لازم تكون بتعرف تستخدم اللينير والريلاتيف لي اوت زي ما اتعلمنا. ومنها ان انت ممكن تكون بتشتغل في فريق عمل والناس اللي شغالين معاك في نفس المشروع بيستخدموا اللينير او الريلاتيف لي اوت، ومنها انه احيانا في حالات قليله بنحتاج نستخدم اللينير لي اوت او الريلاتيف لي اوت، بيكون شغلها في الحالات دي احسن من الكونسترين لي اوت. فملخص الكلام ده كله ان انت لازم تكون متعلم الثلاثه لي اوت وبتعرف تستخدمهم كويس جدا. طيب تعالى بقى نبدا نتكلم على الكونسترين لي اوت. الاول عايزين نعرف ليه الكونسترين لي اوت هي افضل لي اوت ممكن نشتغل بيها، وبعدين بقى نعرف هنستخدمها ازاي. طيب في كذا سبب بيخلي الكونسترين لي اوت هي افضل من اللينير والريلاتيف لي اوت، بس انا عايز اركز من الاسباب دي على سببين اتنين. السبب الاول، تعالى نفترض ان انا عملت تصميم بالشكل ده واستخدمت فيه الريلاتيف لي اوت، لما جيت شوف التصميم بتاعي هيظهر ازاي في موبايل شاشته صغيرة لقيته ظاهر بالشكل ده. طبعا في مشكلة هنا ان التكست فيو طلع لفوق كده ودخل على الامج فيو، ولما جيت اشوف هو هيظهر ازاي على موبايل شاشته كبيرة زي التابلت لقيته ظاهر بالشكل ده. الصورة طلع صغيرة جدا وفي مسافة كبيرة بينها وبين التكست فيو، وكمان في مسافة كبيرة بين التكست فيو وبين البوتوم فيو، يعني توزيع الفيو على الشاشة مش مظبوط. طيب التصميم اللي بيظهر على حجم شاشة متوسط بشكل، وعلى حجم شاشة صغير بشكل، وعلى حجم شاشة كبير بشكل تاني، ده بنسميه unresponsive design، يعني تصميم مش بيستجيب لتغير حجم الشاشات في الموبايلات المختلفة. طيب لما عملت نفس التصميم بالكونسترين لي اوت ظهر بالشكل ده في حجم الموبايل المتوسط، وبالشكل ده في حجم الموبايل الصغير، طبعا احسن من قبل كده بكتير، وظهر على التابلت بالشكل ده. يعني هو على التابلت مش احسن حاجه، بس اكيد احسن من لما استخدمت الريلاتيف لي اوت. طيب لما تحاول انت كمصمم تخلي التطبيق بتاعك يظهر بنفس الشكل في الموبايلات اللي احجامها مختلفه، يبقى انت كده بتحاول تخلي التصميم بتاعك ريسبونسيف ديزاين. ريسبونسيف ديزاين يعني تصميم بيظهر بنفس الشكل مهما اختلفت حجوم الشاشات اللي التطبيق ده هيشتغل عليها. طيب تمام، عشان تخلي بقى التطبيق بتاعك ريسبونسيف ديزاين في كذا حاجة أثناء التصميم بتاخد بالك منها، من ضمنها ومن أهمها إن أنت تستخدم كونسترين لي أوت. يبقى دي أول ميزة لاستخدام الكونسترين لي أوت، إن أنا أخلي التطبيق بتاعي ريسبونسيف. طبعا مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بعملها عشان أخلي التطبيق بتاعي أو التصميم بتاعي ريسبونسيف، لكن دي من أهم الحاجات اللي تساعدني إن التصميم بتاعي يكون ريسبونسيف ويظهر على الشاشات المختلفة في الحجم بنفس الشكل. يبقى ده كده السبب الأول اللي يخلي الكونسترين لي أوت أحسن من اللي أوت التانية. السبب التاني، تعال نعمل تحليل بقى للشاشة دي ونشوف الفيو هيراكسي بتاعتها. انا عندي هنا ايمج فيو وتكست فيو وبعدين ثلاثة فيو جنب بعض كده وبعدين بوتوم فيو. لما استخدمت الريلاتيف لي اوت كانت هي البيرنت لي اوت، تحتيها الايمج فيو والتكست فيو والبوتوم فيو، وتحتيها لينير لي اوت هوريزونتال لينير لي اوت، تحت اللينير لي اوت دي الثلاثه فيو اللي هم على شكل دايره صغيره دول. يبقى انا استخدمت هنا اتنين لي اوت، اللي اوت الاساسيه هي ريلاتيف لي اوت، واللي اوت الثانيه هي اللينير لي اوت. وزي ما قلنا بقى قبل كده ان اللينير لي اوت دي هي بيرنت فيو للثلاثه اللي تحتيها وتعتبر تشايلد للريلاتيف لي اوت الاساسيه. لكن لما تيجي بقى تستخدم الكونسترين لي اوت انت مش محتاج تحط اي لي اوت ثانيه تحت، بتحط كل الفيو اللي على الشاشه، الايمج فيو والتكست فيو والثلاثة فيو اللي هم على شكل دايره دول وبعدين البوتوم فيو. طيب التصميم اللي بالشكل ده اسمه نيستد ديزاين. يعني ايه نيستد ديزاين؟ يعني انت بتستخدم لي اوت جوه لي اوت. في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا استخدمنا اللينير لي اوت بس، لي اوت واحده
جوه الريلاتيف لي اوت الكبيره، وده عشان التصميم بتاعنا ده تصميم بسيط. لكن في تصميمات تانية اكثر تعقيدا زي ما اخذنا قبل كده، ممكن الريلاتيف لي اوت دي يبقى تحتيها 2 او 3 لي اوت تانيين. في التصميم ده عشان بسيط مفيش غير اللينير لي اوت، لكن في تصميمات تانية ممكن يكون في اكتر. مش كده وبس، لا، ده اللينير لي اوت دي نفسها ممكن يبقى تحتيها relative layout أو linear layout تانية. وكل ما كان التصميم معقد أكتر كل ما كانت عملية النستنج دي أكتر. فابتدي بقى ألاقي إن أنا عندي linear layout جواها relative layout جواها linear layout جواها relative layout، ولاقي التصميم بقى معقد جدا. لكن الconstraint layout بقى تخلصت من موضوع النستب ديزاين، وبنسمي الديزاين اللي بالشكل ده فلات ديزاين. فلات ديزاين عكس النستد ديزاين، معناها ان انا عندي لي اوت اساسيه اللي هي الكونسترين لي اوت، وكل الفيو موجوده تحتيها من غير محتاج ما اعمل نست لي اوت تانية. طيب برضو انا معرفتش اشمعنى بقى الفلات ديزاين احسن من النستد ديزاين. الفلات ديزاين احسن من النستد ديزاين لسببين. السبب الاول ان هو بيسهل عليك انت كمصمم تشتغل على التصميم بتاعك، كل الفيوز بتبقى قدامك على الشاشه واضحه وتبتدي تحركها في المكان اللي انت عايزه. على عكس في النستد ديزاين انت محتاج تكتب اكواد كتير، وفي نفس الوقت محتاج تكون مركز قوي ان الفيو دي هي تحت اللينير لي اوت ولا تحت الريلاتيف لي اوت الاساسيه ولا في انهي مكان بالظبط. وكل ما التصميم كان معقد كل ما انت كتبت اكواد كتير، وكل ما كان لازم تكون مركز قوي عشان ما تتهش وسط الاكواد دي. طيب ده السبب الاول اللي بيخصك انت كمصمم. السبب الثاني يخص بقى نظام الاندرويد نفسه اللي التطبيق بتاعك هيشتغل عليه. في حاله الكونسترين لي اوت البرفورمانس او الاداء بتاع الاندرويد بيبقى خفيف واسرع من لو استخدمت الريلاتيف أوي. عشان كده لو انت شغال على تصميم معقد شوية وجيت شغلت التطبيق على الموبايل، فالاندرويد سيستم بيعمل عمليات حسابية كتيرة ومعقدة جدا عشان يحدد بالظبط حجم كل فيو ومكانه على الشاشة. لما تكون انت مستخدم النستد ديزاين العمليات الحسابية دي بتاخد وقت اطول، وبالتالي الاندرويد سيستم بياخد وقت اطول في ان هو يعمل لهم ميجرمنت ويقيس بقى حجم كل لي اوت وكل فيو تحت اللي اوت عشان يرسمهم لك في اماكنهم في الشاشة. لكن لما تستخدم الفلات ديزاين زي في حالة الكونسترين لي اوت كده، فانت بتسهل على الاندرويد كل الحسابات دي وبتديله لي اوت واحدة تحتيها بقى كل الفيو اللي انت مستخدمها، وبالتالي هتلاقي التطبيق بتاعك اشتغل بسرعة والتنقل ما بين الشاشات بقى أخف وأسرع. والفرق ما بين النستد ديزاين والفلات ديزاين انت ممكن تختبرهم. حاول تعمل تصميم بس يكون تصميم معقد شوية باستخدام اللينير أو الريلاتيف لي اوت مرة، وباستخدام الكونسترين لي اوت مرة، وبعدين على الموبايل دوس على الأيقونة بتاع التطبيق وشوف أنهي تصميم منهم هيظهر أسرع، الريلاتيف أو اللينير لي اوت ولا الكونسترين لي اوت. طبعا هتلاقي إن الكونسترين لي اوت التصميم بيظهر على الشاشة أسرع من الريلاتيف أو اللينير لي اوت. ولو التصميم اللي أنت عامله معقد قوي هتلاقي إن أنت لما تدوس على أيقونة التطبيق ممكن تفضل الشاشة بيضة كده كام ثانية على ما التصميم اللي أنت عامله يبتدي يترسم على الشاشة. يبقى كده عندك سببين، موضوع الريسبونسيف ديزاين والفلات ديزاين، يخلوا الكونسترين لي اوت هي افضل من الريلاتيف واللينير لي اوت. في الدرس الجاي ان شاء الله هنتعلم بقى ازاي نستخدم الكونسترين لي اوت وايه هي الامكانيات اللي موجوده فيها، وما تقلقش هتلاقي ان استخدامها اسهل كمان من الريلاتيف واللينير لي اوت. لكن ما تنساش افكرك تاني ان انت كمصمم لازم تكون متقن الثلاثه لي اوت وبتعرف تستخدمهم في تصميم التطبيقات. كده الدرس بتاعنا خلص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه. اشوفك الدرس الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.